جينا على الخليج لهون وكنت عم بشتغل بالسعوديه، لقينا انه في حاجه ماسه لعلم اداره المشاريع، لانه شيء بالمنطقه عندنا هون كان شيء جديد مش معروف بعد. يعني بروجكت مانجمنت لهذا الشركات لسه ما قدروا كثير وصلوا لها بالمنطقه عندنا، عالميا كثير وصلوا لها انه بروجكت مانجمنت قادر تساعد على انجاح شركه، وبروجكت مانجمنت قادره تفشل شركه اذا ما استخدمت بطريقه صحيحه. من اول كلاينت لنا كان هو العميل، هو الهيئه الملكيه بالسعوديه، وهذيك بفترة تأسيسية للشركة. كنا أسس مبدئياً، كنا أسس أول ما مأسسين، ما كان صرنا أشهر مأسسين. هلا ما كنا عم نعمل أسس حتى تسويق، بس بأنه أنا كنت بالدومين تبع البروجكت مانجمنت، سو اسمي كان بالبروجكت مانجمنت بالمنطقة صار معروف. تلاقي إذا بيشتغلوا هالدومين الاستشاريين والتدريب بالبروجكت مانجمنت اليوم بالسوق، بتلاقي كتير ناس 5 سنين و6 سنين خبرة. اوكي، ويمكن ما بحياتهم دايرين مشروع بس عم بيدربوا بهالدومين، بينما نحن هون انا ولوك نايتنا 30 سنه خبره بالدومين.